الإله الواحد أمين. اتنين خدام في اجتماع الشباب، واحد اسمه صابر والتاني اسمه حكيم، كان عندهم هواية الصيد، يخلصوا الاجتماع وياخدوا الصنارة ويروحوا على الشاطئ النهر اللي هو ويجوا ايه يصطادوا. وبعد ما خلصوا وراحوا قعدوا جنب بعضهم وكل واحد فرد الصنارة بتاعته وحط الطعم اللي هو وبدأوا يصطادوا، وهم قاعدين جنب بعض يتبادلون أطراف الحديث سويا. فصابر قال لأنك الحكيم ايه؟ قال له بص يا حكيم، انا هكلم امين الخدمة عندنا في الكنيسة ان ينقلني من خدمة الشباب. قال له ليه بس؟ ده احنا ما كملناش شهر. يا جدع ده انت ما ربعنتش، ده لسه في اول شهر خدمة، انت هتروح فين؟ طيب ليه؟ طيب عايز تسيب الخدمة ليه؟ قال له علشان انا الاسبوع اللي فات في الاجتماع لقيت العدد قليل، اتحط في قلبي انزل افتقاد، كل يوم اخلص شغل واجي جري على البيوت الف على الشباب واروح افتقد في الشباب واحد ورا واحد، وافتقدت اكتر من 10 شباب، وجيت النهاردة في الاجتماع ما لقيتش ولا واحد من 10، والاجتماع برضك محدش حاضر والعدد قليل. فانا لحد كده يا عم لا، ده خدمة بايخة، انا هسيب الاجتماع. انك الحكيم لما السنارة وقفل وحطها في الشنطة وشال شنطته وقال له يا صابر انا ماشي. قال له ماشي ليه؟ قال له انا بقال اكتر من 10 دقايق رامي السنارة وما اصطادتش ولا سمكة. قال له لا يا حكيم اصبر، اصبر يا حكيم، ده الصيد ده عايز صبر. يا حكيم انت تقصد تقول لي انا اصبر في الاجتماع؟ قال له اسمي مش على مسمى، اسمك صابر وانت مش صابر، بالكلام اسمك مسيحي والعمايل مش مسيحيين. حاجة غريبة قوي، حاجة غريبة قوي، تلاقي شاب لابس بنطلون مقطع ولابست شوية حزازات والسلسلة اللي هي بادي بيلدينج، واغرب حاجة تلاقيها انه رسم ماري جرجس على ايده الشمال. يا راجل يا راجل انت مسيحي؟ هو انت تعرف ربنا بجد زينا؟ اصل احنا نعرف ربنا ليه طبع معين، ليه وصايا ننفذها يبقى بنحبه، ما بننفذهاش يبقى ما نعرفوش. فالاسم صابر ومش صابر. الصبر العام بتاع كل الناس، زي مثلا الست هاني من حامل، تيجي في الشهر الرابع ولا الخامس تقول لا شوف لكم صرفه لحد كده وكفايه، انا عايز اولد، انا زهقت، ايه الشغلانه دي؟ انا بقالي 5 شهور عايز اولد. لا مش صبره. ده يقولوا لها يا بنت الناس ميعادك ما جاش، لما تاتي ساعه الولاده ده لسه 9 شهور، ما ينفعش تستعجلي، اصبري شويه. مش بيحصل؟ لما تيجي حضرتك رايح اسيوط 5 ساعات سفر، تركب الميكروباص وتقعد تقول لها نزلوني، يقولوا لك انت رايح فين؟ اسيوط. يا عم احنا لسه في بني سويف. لما انا زهقت لحد كده وكفايه، كل اللي حواليك في الميكروباص يقولوا لك ايه؟ اصبر شويه. ده دي حاجه اسمها ايه؟ الصبر العام بتاع كل الناس. عارفين صبر المسيحيين؟ صبر المسيحيين اسمه الصبر في الضيقات، زي قدس ابونا ما نزل الجدول وقال النهارده الكلام على ايه؟ الصبر فين؟ في الضيقات. لانه القديس بولس الرسول يقول ايه؟ يقول الضيقه تنشئ صبر والصبر تزكيه. النص الكتابي قايل كده، الضيقه تنشئ صبر. يجي راجل من الرجاله الحلوين دول يقف قدام ربنا ويقول له يا رب الصبر من عندك يا رب، يكونوا مزهجينه في البيت ولا حاجه، يا رب الصبر من عندك يا رب، الدكاك والحفار واللودر شغال طول الليل مش عارف انام، يا رب الصبر من عندك يا رب. عارفين ممكن يظهر له ملاك يقول له ايه؟ يقول له ربنا بيقول لك هبعت لك دقيقه. لا يا رب معيش دقيقه انا،
انا عايز صبر. يقول له هبعت لك ديجة هضيق عليك. فيقول ليه طيب؟ انا عايز صبر ما كنتش عاوز ديقة. يقول له اصل ما فيش صبر من غير ديقة. كل ما تضيق عليك اكتر تحتاج لايه؟ لصبر اكتر واكتر. ولما تصبر توصل لتزكية. يعني ايه تزكية؟ ده كده يتخاف عليكم. ليه؟ الكنيسة كلها ما فيهاش واحد عارف يعني ايه تزكية؟ انا بسأل. تزكية يعني ايه؟ ترقية. الله، اجابة حلوة. ايه كمان؟ يعني ايه تزكية؟ جدع. جدع برضو. ما سمعتكش حسيتها. لغة اشارة. شكرا. طب اشكرك. عارفين قدس ابونا الحلو الجميل اللي كان في يوم من الايام شماس وخادم؟ جه ابونا الكبير عمل ايه؟ عمل تزكية عشان يترسم ايه؟ كاهن. وجي شعب الكنيسة زكى مين؟ الشماس فلان. عملوه ايه؟ بيجي ابونا. فدي تزكية، ترقية، تمييز. ايه كل ده؟ الصبر يعمل فيك كده، يرقيك ويعليك كمان. واحنا كلنا جايين نهضة امنا العذراء، يا ترى نعرف ناخد من امي هذه التزكية بسبب الصبر في الضيقات؟ خد بالك من الكلام، اوعى تفكر نفسك جاي تبص في الصورة، ولا عشان تزغرطي زغرتك عالية وطويلة. احنا مش عاملين ماراثون. ده ام العذراء كل ليلة يقعد ابونا والاباء ويلفوا جوه كم مرة، يلفوا بالدورة جوه كم مرة؟ 3 مرات. طب مش كفاية؟ يقول لا مش كفاية. رايحين فين؟ رايحة فين ياما؟ ما انت لفيتي جوه كفاية. تقول لا، انا رايحة الف في وسط عيالي، اجيب شماس حلو كده يكون ربنا مديله الصحة عشان هيمشي بظهره. طب يمشي بظهره ليه؟ ما تخليه يمشي بوشه. تقول لا، عشان يمشي بالراحة، يمشي واحد تاتا تاتا ويمشي بالراحة. رايح فين؟ ابويا ماسك الشورية وعمال يبخر في وشي. يا ابونا رايح فين؟ يقول انا بلف الزفه بتاعت امي العذراء. رايحه فين يا امي؟ انت رايحه في مكان؟ تقول رايحه اقرب من كل واحد، عشان لو واحد نظره ضعيف، ولا ليكون في واحد احول ولا حاجه مش شايف من بعيد، انا عايزه اقرب عشان اطبطب على كل واحد. يا امي هتطبطبي علينا؟ تقولوا امال هسيبكوا؟ ده انتوا جايين لحد عندي عشان تطوبوني. هوذا منذ الان جميع الاجال ايه؟ تطوبني. واحنا جايين النهضه نعمل ايه؟ نطوب ام العذراء فتمشي واحده واحده وتبص في الصوره وتقول لها اخذ من حالك ومن حياتك واتعلم الفضيله. وطبعا ام العذراء فيها كل الفضائل، بس ركز كده شويه على فضيله الصبر في ام العذراء. يا ترى ام العذراء صبرت ولا ما كانتش صابره؟ صبرت. يعني لما نيجي نوصي الناس واقول لك يا استاذه يا اللي مش صابره على جوزك، يا اللي قبل الشهر ما يخلص عمالين تقولوا لي وهات وهات وهات، لما حول مش لاقي يجيب ومش قادرة تصبري على العيشة الضيقة بسبب الغلاء اللي حاصل. يا ترى لو جيت النهاردة في النهضة تتعلمي من أم العذراء الصبر ولا كما لقوم عادة؟ يا عم على إيه ده كله كلام؟ لا مش كلام. اللي عاوز ياخد هياخد. ده الكنز كبير ومفتوح وماشي ورانا المسيح يقول لنا كونوا كاملين وكونوا قديسين وكونوا ايه يا رب؟ يقول خد، تعالى 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 النهضة وخد من امك العذراء كتير على قد ما تقدر. تعالى خد منها صبر وبص على حالها. ايه رأيك يا غالية لما يجي رئيس الملائكة يظهر لها مفرح القلوب
ويقول لها انك انت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع عظيما وابن العلي يدعى. كل اللي سألته يا دوبك قالت هو ازاي، عشان عارفة ليه قالت كيف يكون هذا؟ عشان هي كانت نادرة البتولية، ده حتة بيت بقى ربنا أبوها وهي عايلة 3 سنين، ربنا أبوها هو اللي ارعاها ويحن عليها وياخد. تعالى كده بص على حال بناتنا، تصحى الصبح هو في فطار ايه يا ماما النهارده؟ عامله لك فول، فول تاني فول، ما احنا صايمين يا بنت، هجيب لك ايه طيب في الفطار؟ طيب دي تصحى الصبح ولا حد يقول لها تاكل ايه ولا تشرب ايه، تدور هي بقى لو في كسره ولا حاجه تاكلها. وكانت تعرف ربنا، بقى ربنا ابوها البنوه الكامله لله. ويجي عيلة 13 سنة من دور بناتنا بتوع تلت اعدادي زي البنات اللي كانوا واقفين، وتشوف مين رئيس الملائكة يقول لها ايه؟ يقول لها انك هتبقي حامل. الغريب ان يقول لها اللي اصابتني سبتك هي عقول اخرى حامل، فيقول الكتاب انها تطلع تمشي في الجبال، تروح لها تقعد هناك كم شهر 3. لما ترجع بقى ليوسف، يوسف ده راجل 90 سنة، شيخ قديس بار، ترجع له ويلاقي بشاير الحمل بدأت تبان. ايه رأيك بقى في الصبر بتاعها لما راجل حلو زي كده يبص لها بصة انها غلطت؟ قولي له يا امه، قولي له يا امي ان انت ما غلطتيش، دافعي عن نفسك، وساعتها الدفاع ما يبقاش خطيه. دافعي عن نفسك يا امي، تقول لي انا نصبر شويه. طب اقول لك يا امي انا على فكره، وانا اقول لك ازاي واشور عليكي، يعني بقول لو مكانك كنت جاريه لمح له، اقول له انه المسيح المنتظر مشتهى الاجيال اللي قاعد مستنيينه، انت قريت عنه؟ تقول لا هو جاري، ده راجل شيخ، راجل كاهن، راجل من العتاوله اللي في الهيكل، انا اللي هقول له. لا هو عارف، انا نصبر شويه لحد ما يجي ربنا يبعت له الملاك يقول له. شوف اللي يصبر يحصل ايه، شوف اللي يصبر يوصل لنتيجة شكلها ايه. الملاك يقول طب ايه رأيكم بقى في الولادة، بنت هتولد ايه ملك الملوك ورب الارباب. الست هانم دلوقتي بتقول لازم تبقى غرفة العمليات معقمة واطلع في غرفة مكيفة، وما احبش وجع الولادة، عايزة قيصري عشان ما اتعبش، مش انا اللي اتعب. شوف بقى امي، أمي تعمل إيه؟ أم العذراء؟ لا، تروح يطلع خبر قرار أسود اسمه الاكتئاب، عشان كل واحد يروح بلده. وعمنا يوسف جدي يوسف ياخد مريم ويروح مدينة داوود علشان خاطر يدخل قرية صغيرة تدعى بيت لحم، يدور على عشة فيلاقي زريبة تدخل تولد. ده احنا عايزين نراجع انفسنا، يا ترى احنا عندنا صبر ولا ما عندناش؟ يعني درجات الصبر اللي عندنا واصلة لحد فين؟ اصل المشروطة محطوطة. يعني ايه المشروطة محطوطة؟ يعني الكتاب المقدس ده كاتب لنا الشروط ودستور نمشي عليه، اللي يمشي عليه يدخل الملكوت، واللي ما يمشيش ملوش ملكوت. ايه المشروطة المحطوطة؟ بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. طب ومن غير دقات؟ العيشة السهلة لا تصنع قديسين، ده لازم يبقى في دقيقة في البيت وفي الغيط، في عيشتك لازم يبقى في دقيقة. خفت دقاتنا الوقتية تنشئ لنا سكن مجد أبدي. عارف لمين؟ مين تنشئ لنا سكن مجد أبدي لمين؟ للي عنده بدقات كثيرة ينبغي أن يدخل ملكوت السماوات. يا اللي عاوز تدخل الملكوت خلي في عيشتك يكون في دقيقة. يا ابونا يعني ندور على مصيبة ولا بلوى تجيلنا؟
ايه يا ابونا الكلام ده؟ يعني ماشيه مرتاحه والحمد لله والترقيه جت، وانا كنت محول الفلوس دولارات، فلما الخراب جه ما جاش عليا، وكل اللي عندي حطه في حته ارض، والعيال تمام وشغالين والصحه حديد، ايه وانا كده ماليش ملكوت؟ مالكش بجد؟ صدق مالكش؟ اصل الكلام واضح. طب اعمل ايه؟ طيب اعيه؟ اعيي نفسي ازاي؟ اقول لك لا، خد بالك كده من كلام ربنا يسوع المسيح لما جه قال من اراد ان يكون فيكم تلميذي يعمل ايه؟ يحمل ايه؟ الصليب، ويروح فين؟ ينكر نفسه ويتبعني. طب واللي مش شايل الصليب ما يبقاش تلميذ، واللي ما عندوش الضيقات الكثيره اللي جوه الدستور ملوش ملكوت. طب يا ابونا نعمل ايه؟ طيب ما هي سهله، شوف الكنيسة عملت فينا ايه؟ طلعت من ولادنا وبناتنا، عملوا حاجة اسمها ايه؟ خدام. خدام؟ ايوه، عشان يعلمونا من صغرنا ان نبقى خدام، نخدم الاخر، نشيل المراية. عارفين المراية اللي بنحطها في وشنا ما نشوف غير نفسنا؟ نشيل المراية نشوف مين؟ نشوف الناس، نشوف الآخر، نشوف احتياجات الآخر. فيقول لك اللي عايز تدخل تعال شيل دقيقة واحد، واحد يكون عليه دقيقة يا عيني عليه قضية، أصله بنى على أرض زراعية وطلعت عليه غرامة وطلع وطلع، وهو أساسا نشفت معاه خالص، مش لاقي يتقوم محامي. قل له دي على الله وعليا، قل له عليا أنا دي خلاص، انت اللي واجع قلبك وتعبك المحامي، انا ندفع اشتراكاته ندفع فلوسه. ولا يكون عيان يا اخي كاتبين له على تحليل، ده بقت اغلى حاجه دلوقتي العلاج. ما العيان يحس بالكلام، واللي مش عيان ما يحسش. العلاج الغالي، قول له الروشتة عليا. في واحده ست حلوه هانم كده راحت لقدس ابونا، قالت له يا ابونا اديني اسره اخدمها واصرف عليها وارعاها واشيلها وتبقى هي اللي معايا، تديني اسره؟ قال لها يا ست هانم انا عندي واحده ارمله عيالها سابوها وسافروا بلاد بره، هي صحتها فيكي، هي تخدمك وانت تصرفي عليها، ده انا بجيب لها العلاج وبدفع لها ايجار الشقه اللي هي فيها، ابعتها لك اجيبها لك. قالت له وماله؟ فأبونا بكل محبة أخذ الست الغلبانة ودها للست هانم وسابها هناك ووصاهم على بعض. وبعد فترة شهرين ثلاثة جاء أمين الخدمة اللي في الكنيسة أخذ الست هانم مراته وعياله ومعزوم على الغداء عند الست هانم. راح هناك دخل الفيلا ولا المكان الحلو بتاع الهانم يقعد عشان يتغدى، لقى الهانم رايحة جاية بتخدم عليه، فشكل كده العم عجبوش، خلص زيارته ورجع لابونا. قال له يا ابونا حللني، اللي شفته بعيني مينفعش اسكت عليه، وانا راجل برضك شايل معاك في الخدمة، فما ينفعش اقول ده سر واسكت، انا هقولك اللي شفته. قال له قول يا ابو يا انكل مالك؟ قال له فاكر الغلبانة اللي ودتها للست هانم؟ قال له فاكرها. قال له أنا رحت اتغديت هناك لقيت الهانم بتخدم علينا رايحة جاية، والغلبانة قاعدة تفكر نفسها صاحبة البيت. فقال له ازاي؟ هو الدنيا ماشية بالمشاجلب؟ قال له صدقني يا ابونا، ده كمان لما قالت لها معلش يا حبيبتي الرب السبنسر شويه بتاع الميه ده، السبنسر الرب السبنسر شويه علشان يبقى ميه للضيوف، قال لها وانت اتكسحتي ما تقوم انت تقرب اللي انت عايزاه، وشخطت فيها يا ابونا قدامنا وكسفتها. ابونا قال لا ده حال ما يتسكتش عليه، اخذ بعضه ابونا وراح يشوف الغلبانه اللي مبهدله الست هانم، راح يشوف الغلبانه اللي مبهدل الست هانم. فقال لها انت ايه؟
انت طايحه في الدنيا ليه؟ ده كلام برضو ولا ايه؟ لا لا لا، انت جهزي حالك وشنطتك يلا هتروحي معايا. فجت الهانم تقول له: لو سمحت يا ابونا، انا عمري كسرت لك طلب؟ قال لها: لا ما حصلش. قالت له: طب عايز افهم، انت هتاخد الغلبانه من عندي ليه؟ قال لها: عشان ده حال مايل وانا ما يرضنيش الحال المايل. الست اجيبها لك المفروض تحترمك مش تهينك وتقلل منك وتتعبك معاها. قالت له: عشان خاطري سيبها لي. قال لها: ليه انت غاويه تعب ليه؟ قالت له: يا ابونا ده انا كل الناس بتحترمني يا ابونا، في الكنيسه بيحبوني، وفي الشغل بيهبوني، وفي الدوله بيعملوا حساب انا ماسكه منصب كبير. هتعلم الصبر على ايد مين غير على ايد الغلبانه اللي كلامها دبش، بتدور عليا تشوفت فين عشان تيجي ترازيني، وسمعتني شتايم عمري ما سمعتها قبل كده، بس هو ربنا سامح ليه حطها في سكتي عشان يعلمني الاحتمال ويدوقني طعم فضيلة الصبر. واحنا طهقانين من عيلتنا اللي هم اقرب الناس لينا، تلاقي الواد عمال يتنطط هيه ويتنطط هيه، تقول له ايه؟ اديك كفين تسكت، مش صابر على الواد اللي عيل اللي بيلعب، مش صابر. لا، نجيب صبر منين؟ طالما ان جايين نبوس وماشيين، جايين نزغرط ومروحين. انت استفدت حاجه من النهضه يا غاليه كده؟ ما استفدتيش. ده ندخل جوه ام العذراء، ادخل جوه الصوره كده واشوف هي ماشيه ازاي بدقات، واخد منها واتعلم وامشي في بيتي واحده واحده وخطوه خطوه، عشان نبقى ايه؟ مسيحيين نحيا الصبر في الدقات. بس اصل انا مش بكلم شريحه القديسين زي الام اريني، ما انا لو في دير راهبات كنت اكلمهم عن عمايل الام اريني لما تطلب تقف قدام ربنا وتقول له: يا رب يا رب عايزه مرض السرطان يا رب يجي في جدتي يا رب. احنا ما بنقولش كده يا عم، واحنا عارفين نمشي تاتا تاتا، عارفين نقول له: لياتي ملكوتك. كلام، عارفين يعني ايه لياتي ملكوتك؟ يعني بنصليها كل يوم، ما فيش واحد في الكنيسه صلاها اقل من مليون مره. فابانا الذي اللي ابونا بيصلي عشرات المرات في القداس، ابانا الذي نيجي نكلم الواد كل شويه، ابانا الذي نيجي نعمد الواد، ابانا اللي ايه كل شويه، ابانا. اسودي صلاه ربنا علمها لنا، كل يوم نقول: لياتي ملكوتك. واجي اسال كنيسه واقول: يعني لياتي ملكوتك؟ يقتنوا فضيله الصمت، والكل يقفل ويسكت. اقول: ده عيانين ولا ايه؟ لا، يطلعوا حافظين بس مش عايشين. ده خيبتنا تقيله قوي. ده ايه الخيبه دي؟ احنا ليه مش عارفين ننمو؟ مش عارفين نطلع خطوات للقدام، عمالين ماشيين على درجه واحده درجه واحده، مش عارفين نطلع لفوق ليه كده شوية؟ طيب نطلع نعلى في علاقتنا بربنا. أجي أقول له وأنا رافع إيدي لوحدي بيني وبينه، أقول له: ليأتي ملكك عليا، يعني أبقى ملكية خاصة ليك. عارفين في أناجيل وأجابي في الكنيسة أبونا يكتب عليها وقف مؤبد، كنيسة الأنبا أبراهام فيصل. عارف ده يخليك إيه؟ أول ما تعجبك تقول أخليها أصلي بيها في البيت، أول ما تلاقي مكتوب عليها وقف مؤبد تقول ده ملكية خاصة للكنيسة. طب ما أنت ملكية خاصة لله. ألستم تعلمون إنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ ومش واخدين بالكم؟ ألستم تعلمون؟ لا نعلم لكن لم نحيا. أكتر احتياج في الكنيسة دلوقتي للقداسة. كتير من الكنائس أدخل أسلم ألاقي الحال ما يعجبش ربنا، نتكسف، عايزين نصور وعايزين نسلم على بعض،
وعايزين النشاط، اوعى الرحله الفلانيه واوعى اللعبه الفلانيه وعيالنا اخذوا الكاس الفلاني وايه ده. طب والعشره الحقيقيه عشان نجهز نفسنا للسماء؟ عارف لو ما عشتش الصبر الضيقات ده، الصبر في الضيقه ده في هنا، طب وانت هيجيلك صبر في السماء تقعد على طول ابديه ابديه ابديه، تفضل قاعد هتصبر من فين؟ مش هتصبر، هتزهق. لما دربتش على الصبر في الضيقه هنا، طب هتصبر في المتعه فوق ازاي؟ ما برضه هتزهق من القعده وتلاقي نفسك فاض بيك. كلنا اخد ودني احطها قدام بوقي، انا عمال اراجع نفسي وانا قاعد واقول انا متضايق ليه؟ عشان الناس بتهيص وتسقف؟ طب ما تصبر، ده انت جاي تكلم الناس عن الصبر. اصبر حبتين، اصل السقفه في الكنيسه حرام للي ما يعرفش. انت جاي الكنيسه تقع في الحرام؟ عيب يا اخي، المفروض جاي الكنيسه تطلع لقدام. انا مش بتكلم على الصفاره، ده صفاره عديمه الادب. شوف بقى عديمه الادب للي يصفر في الكنيسه، اما اللي يسقف وهيص ده يبقى ايه؟ حرام. بيتك يا رب طليق القداسه، مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، تشتاق بل تطوق نفسي عشان أجي أقعد في بيت ربنا بكل مهابة وخشوع. مش هتصرف زي أهل العالم، لا، إحنا مسيحيين. ده مش مسيحيين بس، ده إحنا أولاد الله، الذين يؤمنون بإسمه دعي إيه؟ أولاد أبناء الله، إحنا أولاد ربنا. تعال اقول لك على آية حلوة نعمل بيها وربنا يدينا ونطلع لقدام، ودي آخر آية يا عم عشان ما تزهقش مني. اقول لك على آية انا وانت نحطها، يعني قلتها في مكان، جت خادمة حلوة من اللي قاعدين قالت لي عايز اقول لك حاجة، انا كتبتها في ورقة ولزقتها على السرير عشان كل ما اجي ابص الاقيها في وشي. الله، نحن نعلم، نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في حد هنا بيحب ربنا؟ سبعه كنيسه دي ايه؟ في حد بيحب ربنا في الكنيسه الانبا برام والباقيين عيانين ولا ايه؟ ولا ما بتحبهوش؟ نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير لمين؟ يعني الكلام علينا، طالما ان احنا نحب ربنا يبقى الكلام علينا. عارفين ليه اللي يحبون الله دول ايه؟ دول يدعون ابناء الله الذين يشهدون صوره ابنه. جاي كده بولس الرسول في روميا، الروح القدس جاي لنا الكلام ده. اللي يحبوا ربنا عارفين يكونوا شبه مين؟ صوره ابنه. طب ما انا وانت لو صورة ابنه، مين هو ابنه؟ دي يعود الكلام على مين؟ لما اقول ابنه يبقى الكلام يعود على مين؟ على السيد المسيح الذي كان في صورة الله، لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى ذاته اخذا شكل العبد، سائرا في شبه الناس، وطاع حتى الموت، موت الصليب. احنا نبقى شبه صورة ابنه، يعني يقول لك اتوضع بس شوية. لما تتوضع شوية وتظلم في الشغل يحصل ايه؟ قول لي ايه اللي يحصل لما انت تبقى متواضع شوية علشان تبقى شبه صورة ابنه وتتظلم؟ عارف ايه اللي يحصل؟ يخليك تروح البيت وانت لسه مظلوم ومدين لك جزا وخصمين من مرتبك، تروح البيت تقف قدام صورة الابن، تجيب صورة المسيح تحطها قدامك، لأنه هو برضه ظلم لكنه تذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيه، لم يفتح فاه، فتلاقي نفسك ايه؟ صبرت. ما انت شبه صورة ابنه، يبقى تقتني فضيلة ايه في النهضة؟ الصبر في الضيقات. طب لما تبقي مجروحة من اقرب الناس ليكي
كبرتي وعلمتي وفهمتي وصرفتي وشلتيها من بقك واديتي له ابنك عشان وخطبت له اللي بيحبها اللي مش على مزاجك، على مزاجه هو صح، واتجوز تيجي تقولي لي يا ابونا يا ابونا عارف مراته كل شويه تقول ايه، تقول له ما تروحش عند امك، فاروح انا كابونا اروح لحماه الوده اقول لها بنتك فين؟ تقول لي جوه، اقول لها تعالي يا عروسه انت مانعه جوزك من يروح عند امه ليه؟ تقول لي يا ابونا فاكر الوصيه اللي ندهوا على اب احتراف جوزي وحبيبه وابوه يعتبر وقالوا له تعالى قول انت وصيه الزوج، فوقف كده وبص عليه وقال له ايه الكلام عليك يا عريس، لانه ابنه وحبيبه، وقال له انك تسعى لما يسر قلبها. قلت لها يسعى لما يسر قلبك؟ طب وانت يا غاليه ايه اللي يسر قلبك؟ قالت لي قطع امه، يبعد عن اخواته البنات ويقطع امه، هو المفروض يسعى لما يسر قلبي. فتري امه يا عيني مجروحه، امه مجروحه، والمفروض انها ايه؟ شبه صوره ابنه، يعني شبه ربنا، فيكي شبه من ربنا. طب يا عم المجروحه لو انت شبه ربنا تبقى تجيبي صوره لربنا وتقعدي تتاملي فيها، لانه احيانا بيبقى مكتوب تحتيها مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا. في سفر زكريا يقولوا له ايه؟ ما هذه الجراحه التي في يدك؟ يقول لهم اصل دي اللي جرحت بيها في بيت احبائي. اصل الجرح لما بيجي من الحبايب بيبقى عاوز فضيله الصبر في الدقات، ما بيبقاش مجرد كلام. ما في حد فينا يقدر يصبر في بيئه ولا يشكر ربنا ويحتمل لما يكون عنده مرض وحش ولا ضيقه ولا ظلم الا اذا كان ماسك في ربنا، ويجي كده عند امه العذره في نهضه امنا العذرة ويلف ويبوس ويزغرط ويصلي ويرتل حتى وقت الاحتياج. عارفين في وقت الاحتياج يقول لها ايه؟ بتسد احتياجنا وتزيدي كمان. امنا يا عذرة صدقني حتى لما الجمعية ما تدفعش وإيجار البيت يتراكم عليك، لما بتيجي النهضة بتروح في سلام داخلي وبتصبر في الدقيقة اللي جاية عليك. صدقني احنا ما عندناش سحر يا جماعة، احنا عندنا روح قدس يدخل جوه جتة من جوه يفرحك، يدخل جوه كيانك يعلمك الصبر للي يفتح الداتا بتاعت الاستقبال، حتى لو كانت التراكم الماديات عليك. بس ارفع ايدك يا اخي معانا يا اخي، شارك ويانا لما نيجي في الصلاة وفي النهضة ونقف، تيجي نقف ونطلب منه عشان ما يبقاش مجرد كلام، تعالوا نقف ونطلب امنا العذراء ونقول بشفاعتك.